ودي الحاضر يبلغ الغايب خاوتنا ماس دو بارتاج يا البوتغلي اللي ورا وقع الانقلاب في الروس حب يقول عجوز البلغارية وش كان تهدر قعره صح ادخل اليوتيوب تفهم احنا نمنو بربي سبحانه مي كان حاجة وش راه يصرا في العالم راهو كلش سوا سوا يراكو في الغربة وش دور الحنطة ديالكم ساكو دوا دراهمكم لموهم ما تخلو والو الحالة راهي في الروس ولي راكو في البلاد وخطيك مولودية ولي اسمو سي ار بي وكدايا خطيك منهم نافيكي زمانك صاحبي الله اكبر على الحق نافيكي زمانك صاحبي شو كيفاش تدير انا نحل الروس حنا باسكو الروس مبكري خوا خوا انا نحل الروس انا تحيا بوتين يسحقنا رانا هنا وانتوما شوفوا كيفاش دير هو السلام عليكم وندير جنسية روسية اللي لازم تديرها في راسك بعد من 62 النشيد الوطني غنينا يا فرنسا قد مضى وقت العتاب حاب يقول ما سمعوش بها فرنسا حتى البارع بجاتو مرنا في راسهم شفت كيفاش تزير دار الدارات وضربت حالة بسقلة حاب يقول واش دور وحتيكم دوكا جميع واحد يحب يدير السبة بالاكو بالاكو نقولكم بتنين وستين ما شافوش قاع النشيد الوطني كي رحنا للروس حرقكم الرشيد الوطني وان تو تري في فالجيري رانا معاك الجزائر ضلمة ولا مظلومة والروس ورانا هنا قابلو بزدرنا